السلام عليكم، عاملين يا رب تكونوا بخير. رجعنا لكم فيديو جديد. فيديو النهارده شباب بنتكلم عن موقع تعدين عملات رقميه. الموقع ده ايه ظروفه يا استاذنا؟ هقول لك ان الموقع ده لسه جديد، لسه بنجربه مع بعض، ان شاء الله يكون في خير لينا جميعا. طيب هنشرحه كده مع بعض واحده واحده. بالنسبه للمكافاه اللي انا كنت اتكلمت عليها في جروب التليجرام، وبالمناسبه لو انت مش في جروب التليجرام هتلاقيني سايب لك اللينك بتاعه في الديسكريبشن او اول كومنت مثبت، تقدر تخش فيه. هناك بننزل قبل الفيديوهات ما تنزل هنا، وهناك برضو بنسال بعض لو في حاجه واقفه مع حد مننا، تقدر تيجي تنضم وتنورنا يا غالي. ففضلا وليس امرا يا شباب الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان اوصل لك كل جديد. وزي ما احنا عارفين هدفنا من القناه زياده راس المال والربح المجاني. ان شاء الله يا شباب مع بعض هنوصل لليفل عالي وهنخش في حاجات كتير جدا، وتابع الفيديو للاخر عشان تبقى انت فهمت كل حاجه. ما نطولش في المقدمه، خلونا نصلي على النبي ويلا بينا. اول حاجه يا شباب هتلاقوني سايب لكم اللينك في الديسكريبشن او اول كومنت مثبت، هتضغط عليه يفتح معانا الواجهه اللي احنا شايفينها دي. طيب دي واجهه الموقع. الموقع بيدينا 500 جيجا هرتز. طيب الموقع فيه سرعه في التعدين مش طبيعيه، فيه سرعه قويه جدا في التعدين. يمكن بقى علشان الموقع لسه في اوله، الله اعلم. احنا طبعا مستغلين الموقع من اوله اهوت علشان لو في سحب ان شاء الله نسحب احنا اول ناس ويكون جمعنا الحد الادنى. هوريكم الحد الادنى كام وكل حاجه هشرحها مع حضراتكم خطوه بخطوه. اول حاجه هنا احنا هنعمل له يسجل، عايزين نسجل. هتفتح معانا الواجهه اللي احنا شايفينها دي يا شباب، هنكتب له هنا اليوزر مثلا اسم، وهنا الجميل، وهنا الباسورد، وهنا هنعيد له الباسورد، وهنا هنعمل له عملية كلمة المرور عشان وقت السحب، وهنا هنكرر له عملية المرور. يعني الرقمين دول شبه بعض والرقمين دول شبه بعض. عايز تعمل لهم حروف وارقام مفيش مشكلة برضه، وهنقول له وافق على شروط الخدمة وهنعمل له اشتراك. طبعا انا سجلت حساب، خليني افتحه ونخش نشرح مع بعض. تمام يا شباب، اول ما نفتح الموقع يفتح معانا بالواجهه اللي احنا شايفينها دي. عندنا كده اول حاجه اللي هي لوحه القياده. عندنا هنا بيقول لك انت معاك 500 جيجا هرتز في الثانيه، او تعدينك بقيمه 500 جيجا هرتز في الثانيه. طيب خلينا ننزل، دي كلها عملات اللي انا ضايفها اقدر اعدل منها. طيب انا ضفت العملات دي منين؟ خليني اجي هنا ونقول نضغط له على عملات معدنيه، نضغط عليها. تمام، هننزل تحت شويه هيقول لك دي قائمه العملات المشفره اللي متاحه، كل ديت اللي متاحه في الموقع، كل العملات دي. طيب انا جيت هنا عملت له على البيتكوين، عملت له متضمن، نضغط نعمل متضمن متضمن متضمن. طيب وعندنا هنا الدوجي كوين، وعندنا تحت خالص هنا التي ار اكس انا علمت عليها. طيب خلينا كده نرجع لواجهه التعدين، عايزين نشغل له التعدين معانا. هنرجع على لوحه القياده، ننزل تحت شويه، تحت كمان. تمام، هيجي لنا هنا عملية التعدين. حضرتك لو عايز تعدن الدوجي كوين هتعدن الدوجي كوين، بس انا رأيي يعني التي ار اكس اسرع وانجز. خلينا نشتغل على التي ار اكس لو حضرتك حابب على الدوجي كوين. تمام مفيش مشكلة. وهنا بيقول لك الدخل في الساعة 8 دوجي كوين، وانا زي ما قلت لكم ان الموقع سريع جدا في تعدينه. انا يعني اول مرة اشوف سرعة كده في التعدين، بس خلينا نجرب، احنا مش خسرين حاجة لو كل يوم نبص بص عليه. تمام مفيش مشكلة. الحد الأدنى هنشوفه برضو مع بعض، الحد الأدنى للسحب. فخلينا برضو ننزل تحت كده، زي ما انتوا شايفين أنا لسه مسجل في الموقع حالا، وهوريكم جمعت قد ايه تي ار اكس. بصوا كده يا شباب، 5 تي ار اكس جمعتهم في ثانية إلا ثانية. لسه دلوقتي يا شباب مسجل ودخلت خدت فكرة كده وضغطت له على تعدين تي ار اكس، زي ما انتوا شايفين جمع لي 5 تي ار اكس في ثانية إلا ثانية. يعني مع السرعة ديت لو التعدين ده بيوصل لنا فعلا احنا نعمل ارقام كويسة. يعني انا شايف ان كده ارقام كويسة. وديت بيقول لك انت هتاخد 13 تي ار اكس في الساعة، يعني كل ساعة 13 تي ار اكس. خلينا برضو نخش نشوف، نعمل زي آلة حاسبة كده نعرف احنا هناخد قد ايه في اليوم وهناخد قد ايه في الاسبوع، ولما نيجي نسحب هنسحب قد ايه. فخلونا كده برضو نشوف الحد الادنى في السحب. خلينا نطلع كده، هنجي له على كلمة ينسحب. هو طبعا الموقع فيه ايداع، انا ما بنصحش في الايداع في الموقع ده لانه حاجة مش مضمونة، سرعته رهيبة جدا، فانا مش ضامن الموقع فبلاش. خلينا بعد اذنكم نشتغل على المجاني، بلاش حد يستثمر فيه. طيب خلينا نخش على كلمة ينسحب، ننزل تحت شوية، خلينا نشوف الحد الادنى. الحد الادنى هنا بيقول لك 3550 تي ار اكس، رقم كبير. بس لو على السرعة ديت احنا ممكن في اسبوع، يعني احنا في اسبوع نقدر نسحب منه. طيب خلينا برضو نخش نشوف هنقدر نسحب في قد ايه مع بعض كده نحسبها. هننزل تحت شوية، هنجي له على كلمة احسب، نضغط عليها.
طيب احنا طبعا مش عن البي تي سي، احنا شغالين على التي ار اكس. هننزل تحت هنضغط له على ترون تي ار اكس، نضغط عليها. تمام يا شباب، هننزل تحت شوية هيقول لك ان هنا انت في الساعة هتاخد 13 تي ار اكس، في اليوم هتاخد 310، في الاسبوع هتاخد 2153. احنا كنا قايلين يا شباب ان الحد الادنى في السحب بحوالي 3550. طيب 3550 دولت احنا هنجمعهم في كده في قد ايه؟ احنا ممكن نجمعهم كده يا شباب في 11 يوم او 12 يوم بالظبط. فاحنا هنسيبه شغال تعدين مع نفسه براحته كده، ومش هنديله اي اهتمام. وقت ان شاء الله ما هيجي فترة السحب هتلاقوني منزل فيديو هعمل سحب اذا كان وصل او لا يا شباب، ما عطوش تكملوا واعرفكم الدنيا فيها ايه. احنا طبعا بنستغل اي فرصة، اي فرصة مهما كانت، اهم حاجة اللي احنا نطلع منها بربح مجاني وكسبانين كلنا. وبكده يا شباب نكون خلصنا الفيديو. ما تنساش تدعمنا بلايك واشتراك وتفعيل زر الجرس لو انت اول مرة تشوفني. هدفنا من القناة الربح المجاني وزيادة رأس المال، والسلام عليكم.